هل فكرت في يوم من الأيام ما هو وقود الجسم؟ مثل السيارة بيوجد لها وقود، اللي هو البنزين. الجسم بيوجد له وقود. ما هو وقود الجسم؟ اللي هو أولا اللي هو وصول الدماء بشكل كافي إلى جميع أجزاء الجسم، ولكن الدماء يجب أن هي تكون مؤكسجة، تكون يوجد فيها نسبة متوازنة وكافية من الأكسجين لكي تستطيع تروية الجسم بالكامل بالأكسجين اللازم لعمل وظائف، سواء كان في التفكير والإدراك، سواء كان في اللي هي عمل الأعضاء، سواء كان القلب، الرئتين، الكبد، الأعضاء التناسلية، كل شيء مسؤول عليه الأكسجين. والأكسجين هذا يحتاج إلى وقود كي ينقل، كي يستطيع الدم أنه ينقل بالشكل السليم، يستطيع مسألة اللي تبادل طبعا الأكسجة أو الأكسجة العالية، هي يعني تبادل الخلوي يعني ما بين اللي هي ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. اللي بيتحكم فيها هو أكسيد النيتريك، وهو درس حلقتنا اليوم. نبدأ على بركة الله. أكسيد النيتريك ما هو؟ هو جسيم ينتجه الجسم من خلال نفسه تلقائيا عن طريق ليه امتصاص بعض المعادن والفيتامينات من الأكل، ويستطيع أنه ينتجه. ليه عدة وظائف، أولا المساعدة في اللي هي النوم، ثانيا اللي هي المساعدة في اللي هي التوسع اللي هي الأوردة واللي هي الشرايين بشكل عام، ونفس هذه اللي فبالتالي من هنا بينتج رأى أو بنتستنتج أنه هو يستطيع أنه هو يعالج مرضى ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يستطيع أنه يعالج ضعف الانتصاب عند الرجال. شوف حتى حبوب الفياجرا في نفسها، حبوب الفياجرا بتعتمد بشكل كامل وشامل على اللي هي في عملها يعني على أكسيد النيتريك، هذيك التوسيع الخاص بالأوردة وتدفق الدم المؤكسج القوي. تمام. أيضا بيساعد في مسألة هي الإدراك والتفكير، واللي هي سرعة التعلم وسرعة النطق. بعض الناس اللي عندها مشاكل في النطق سواء كان كبار أو صغار، أيضا اللي هي مسألة الإدراك، هذيك الانتباه، لاحظ لي حركة الانتباه هذه أيضا بيكون المسؤول عليها اللي هو أكسيد النيتريك، لأن الدم بيصل بشكل سليم يعني زيادة اللي هي الأكسجة. عموما الآن سوف أعطيك اللي هو أكسيد أيضا النيتريك، بيعمل بشكل كبير جدا على دعم كل وظائف الجسم. إذا لديك أي خلل في وظائف الجسم فأعرف مباشرة أن لديك اللي هو نقص في أكسيد النيتريك، وأيضا حالات هذيك النوم الطويل جدا، وطبعا بينتج عن عدة أمور، منها الإجهاد إذا كنت تجهد كثير للغاية، مجهد الجسم الخاص بك، أو لديك سوء تغذية، أو ما بتنامش اللي هي 8 ساعات، أعرف مباشرة أن لديك اللي هو أكسيد النيتريك مش في الوضع السليم. أعطيك أنا اليوم المصادر الطبيعية لأكسيد النيتريك، المصادر الطبيعية لأكسيد النيتريك. نبدأ بالأشياء هذه. أول شيء اللي هو البنجر. إذا لاحظت أنت حتى الرؤوس، المناظر الخاصة بهم، سواء كان الجسم الخاص بهم هذاك يعني الضخم أو هذيك الإحمرار اللي في الوجه، هذا راجع لأنهم بيأكلوا باستمرار. عند عمل بعض الأبحاث وجدوا أن هذيك الصفات المعروفة في اللي هي الرؤوس فهي ناتجة عن زيادة اللي هو دائما وأبدا بيأكلوا البنجر. البنجر بيحفز اللي هي إنتاج أكسيد النيتريك. بس البنجر يجب أنك أنت تقوم بعصره على البارد، ما تعصراش طبعا أو تقوم بتغلية أو شيء، لا بيعصر على البارد تمام، أو بيضرب في الخلاط هكذا بالقشر، بكل شيء بيضرب، بيضاف إليه ماء وبيشرب. من الأشياء الثانية اللي هي التوم. التوم كيف هو بيقوم ب اللي هو إزالة أو تنزيل ضغط الدم؟ هو عن طريق اللي هو بيزيد اللي هو إفراز أكسيد النيتريك، بيوسع الأوردة والشرايين. إذن هو مهم ومهم للغاية لمرضى اللي هو الضغط. أيضا من الأشياء الثانية اللي هي الخضار الورقية. الخضار الورقية اللي هي مثل الملفوف، السلك بيضرب في الخلاط وبيشرب، أيضا السبانخ، الكرفس مهم 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 للغاية في مسألة، وهو لب علاجنا اليوم. العلاج الرئيسي اللي من وجهة نظري أنا اللي هو الكرفس. كيف؟ الكرفس بتضرب له حزمة من الكرفس في كأس من الماء بيشرب، هذا بيدعم اللي هو إنتاج أكسيد النيتريك، وبيدعم اللي هو وصول الأكسجين بشكل أعلى، لأن الأدوية اللي بعض الأدوية اللي بتعطى في الصيدلية لأكسيد النيتريك نعم بتساعد في وصول اللي هي الأكسجين بشكل عالي إلى الجسم، ولكن ما بتدعمش امتصاصه. هذه هي مشكلة ما بين في مشكلة اللي حاصل الآن في أكسيد النيتريك الصناعي والطبيعي اللي أنا أذكره. فالطبيعي مثل عصير الكرفس يساعد في وصول اللي هي الأكسجين بشكل أعلى لجميع أجزاء الجسم، ويستطيع أنه يدعم اللي هي امتصاصها. شوف
من الأشياء الثانية اللي هو اللفت، سواء كان الأوراق الخاصة به أو اللفت في حد ذاته تأكله فهو مفيد ومفيد للغاية. من الأشياء الثانية اللي البطيخ أيضا يستطيع أنه هو يدعم، اللي هو تحويل اللي هو الأرجينين، لأن في بعض المركبات بتتحول إلى الأرجينين، والأرجينين بعد ذلك بيتحول إلى اللي هو أكسيد النيتريك. أيضا اللي هو أيضا المكسرات، الجوز، اللوز، الفستق، جميع الفول السوداني، كل شيء هذا بيحتوي على نسبة عالية من الأرجينين، فبالتالي بتتحول إلى أكسيد نيتريك. أيضا بعض اللي هي أنواع الرياضة حتى اللي بيعملوها في المدارس، اللي هي سواء كان هكذا مثلا تضع اللي من هنا مثلا اللي هو قنينة من الماء، ومن هنا قنينة من الماء اللي هو 10 مرات هكذا، بتدعم اللي هي تحفيز الأكسيد نيتريك، لأن الجسم بيعطي إشارات للأوردة والشرايين هي تتمدد لمرور الدم. ايضا فيها حركه ثانيه الكثير جدا منكم ما بيعرفهاش، لكي يعرف انها اهميه هذا الاكسيد النيتريك في مساله اللي هي دعم حتى وظائف الدماغ، هذيك الادراك وغيرها. في الحركه هذه اللي معروفه حتى منذ القدم، مثلا لما بتسمع شيء معين او قصه مثلا لا تدخل العقل او شيء يحتاج الى الاستغراب او التفكير، دائما حتى في الافلام او في المسلسلات وحتى في الكرتون بتجد انهم بيذكروا هذه الحركه، الهمهمة. هذه الهمهمة وجد علميا أنها تزيد من إنتاج اللي هو أكسيد النيتريك. الموز مهم للغاية في زيادة اللي هي أكسيد النيتريك. زيت الزيتون أيضا مهم في زيادة اللي هي أكسيد النيتريك. أيضا من الأشياء الثانية اللي هو التين المجفف. التين المجفف بيعتبر من أقوى قنابل اللي هي زيادة أكسيد النيتريك بدون أي أعراض جانبية. عليك بالتين المجفف. شوف أغلب الحلقات أو أغلب الأمراض من وجهة نظري أنا الشخصية، أغلب الأمراض وأغلب الأشياء حتى اللي أنت ما بتعرفهاش مثلا من بعض العناصر، بعض المعادن، بعض النواقل العصبية سواء كان في الاكتئاب أو في غيرها، جميعها إذا لاحظت أنا في أغلب الفيديوهات دائما وأبدا في النهاية أو من ضمن الأشياء اللي بذكر لك أنه بيوجد فيها المعدن أو الدواء الموجود لدينا، دائما وأبدا بذكر لك أنه هو موجود في التين والزيتون. التين والزيتون بيوجد فيه غالبا كل المعادن اللي بنحتاجها، خاصة النساء في مسألة اللي هي العقم وغيرها، ولذلك هو حتى الله سبحانه وتعالى أقسم به والتين والزيتون. فأغلب الأمراض يعني بتعتمد على اللي هي التين والزيتون أو بعض المعادن أو بعض الوظائف اللي أنت ما بتعرفهاش. والتين والزيتون على فكرة كما أخبرت بالسابق يجب اللي هو تعليق هذاك السلسلة الخاصة به اللي هو التين والزيتون، تعلق في الشمس، ما بتوضعش داخل في المنزل لأنها بتتفاعل مع أشعة الشمس. عموما بيأخذ أيضا الأوميجا 3 واللي هو زيت كبد الحوت الكود ليفر أويل لدعم اللي هي تحويل الأنزيم الأكسيدايز نيتريك أو النيتريك الأكسيد النيتريك. أيضا النساء اللي هي عندها مشاكل العقم يجب أن هي مباشرة تأخذ اللي هو عصير الكرفس مع اللي هي البردقوش مرتين يوميا أو مرتين أسبوعيا، والميرمية مرتين أسبوعيا، لأن في أغلب الحالات اللي عندهم اللي هو مسألة العقم أو ضعف التبويض دائما بيكون اللي هي قلة التروية. حتى في على فكرة حالات اللي هو الفيبروم اللي هو الورم سواء كان في الثدي أو في الرحم اللي سبق أنا عملت عليه حلقات تجدها أسفل هذا الفيديو، بتجد أن أغلبهم بيعانوا من أن هذيك الخلايا الهوائية وزيادة الاستروجين السيء. فيعني الأكسيد النيتريك هذا بيدعم التروية السليمة، التوازن السليمة، بتوصلش خلايا غير سليمة أو فيهاش أكسجين، فبالتالي بيحدث فيها هذيك الطفرات. حتى في مسألة اللي هي سرطان الدم بتحدث نفس هذه المشكلة اللي هي الأكسدة أو الخلايا اللاهوائية، هي مشكلتها الخلايا اللاهوائية هي قلة اللي هو أكسيد النيتريك. من الأشياء المهمة اللي بتدعم اللي هي تنظيف الجسم إذا كان لديك خلايا لاهوائية أو شيء اللي هو بتاخذ السيلينيوم، تاخذ اليود، هذا كله موجود في نفس الاشياء اللي انا ذكرتها، وايضا بتاخذ لي عشبه تسمى بالهندباء او الحسك، او ما تسمى حتى بيضرش العزوز في بعض الدول. الهندباء او الحسك الاثنين بيعملوا على تنظيف الكبد، وبالتالي بيعملوا على تنظيف جميع الجسم من كل هذه الخلايا او الاشياء اللاهوائيه او الطفرات. كما ان اصلا وجد ان عصير الكرفس وعصير اللي هو الشمندر يستطيع ان هم يرفعوا نسبه اللي هو اكسيد النيتريك فقط في خلال ساعه واحده لاكثر من 50 او 60% من اكسيد النيتريك اللي بيكون موجود لديك، يعني خلال ساعتين راح تحصل على النسبة الكافية من أكسيد النيتريك. وأيضا في الصين الثوم راهم بيقضوا بشكل نهائي على اللي هو مسألة النقص في أكسيد النيتريك. عموما كان هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.